بسم الله الرحمن الرحيم. القائد الدولي للجبهة الجنوبية الأخ أبو فادي كلمة بمناسبة العام الثاني للثورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله العظيم، اليوم أكرمنا رب العظيم رب العالمين بفتح هذا اللقاء الغاشم، وهم الآن يقومون بالقصف العشوائي. هذا اليوم أتى ليس مصادف ولكن مباركا من الله. 18 أذار انطلاق الثورة، واليوم بعد أن استيأس الناس سبحان الله أتى نصر الله وقمنا بتدمير العربات ودبابة 72 واغتنام مضاد طيران وقتل العديد من شبيح الأسد. 18 أذار كان هو يوم انطلاق الثورة في سوريا. انطلقت بدماش وهداء قرى وتابعنا المسير، وبإذن الله لن تقف هذه الثورة حتى إسقاط آخر رمز ورموز النظام الطاغي. والحمد لله. شكرا أخونا أبو فادي. سيادة القاضي أبو أحمد، العدالة الانتقالية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة إحنا كمحاكم بدأ تفعيلها والحمد لله بدأت العمل وخفت نسبة الجرائم والتحقيق والأمور كليات الحمد لله عم تسير بشكل ممتاز. صار في محكمة بكل قطاع بكل منطقة، وعم الحمد لله عم يمشي من ناحية المجال المدني كله الحمد لله ناجح. احنا بنبشر اخواننا انه الدولة موجودة والمحاسبة موجودة والمحاكمة العادلة موجودة الحمد لله. وشكرا. أخونا الشيخ نديم التابع للمكتب الدعوي كلمة بمناسبة اليوم الأول من السنة الثالثة للثورة السورية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم الأغر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه بانطلاق الثورة في سوريا من درعا مهد هذه الثورة المباركة، هذه المنطقة التي عولوا عليها كثيرا أن تكون آخر البلاد قياما، لكنها بفضل الله عز وجل قامت قبل كل المدن لتنطلق منها شرارة الثورة في 18 آذار. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن كان هنالك فضل من الله عز وجل علينا بانطلاقة هذه الثورة. ونقول لبشار الأسد، نقول من هذا النظام، نذكرك بقول أبيك: قوتان لا تقهران، قوة الله وقوة الشعب. هذا من فنكم ندينكم أن الله عز وجل ناصرنا، وما النصر إلا صبر ساعة. وقال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سننتصر وسيكون النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. سيادة العميد فائز مجاريش كلمة للمقاتلين من الجيش الحر، وأخرى للمقاتلين من أبنائنا الذين لا يزالون يقاتلون أهلهم في هذه المعركة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، من انتصار إلى انتصار يا أبطال الجيش الحر، وفقهم الله وسدد من يكن. هذا اليوم هو يوم انطلاق شرارة الثورة من محافظة درعا الأذية التي رفعت راية العزة والكرامة في سماء حوراء. يا أبطال الجيش الحر في خارج وفي الداخل، نناشدكم بالله أن تعودوا إلى أهوانكم لتقفوا صفا واحدا إلى جانبهم، ولنحقق تحرير بلادنا من عناصر الطاغية ومن قائد مجرم دمر البلاد واغتصب الحرائر وحرق كل مكونات سوريا. بالله عليكم أن تعودوا إلينا، فنحن بحاجة إلى جهودكم لننتصر بكم ولتنتصروا بنا، وحوران تنتظر منا ومنكم الكثير. بارك الله فيكم والسلام عليكم والله وليكم. الأخ المهندس جمال تركماني رئيس قطاع القلعة في الإدارة البحرية الثورية كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل للائتلاف الوطني، ونخص بالذكر الدكتور محمد خداب على تقديمه المساعدات العينية للإدارة المحلية الثورية في حوران بشكل عام. كما إننا في هذا اليوم المبارك 18 آذار
موعد انطلاق الذكرى الثالثة للثورة المباركة في سوريا، فإننا نرى بركات هذه الثورة ستعم الكرة الأرضية بأكملها إن شاء الله بجهود أبطال الذين يقاتلون في سبيل الله وفي دحر الطغيان والطاغوت الذي دمر البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين. دكتور الجراح محمد عبد الله طبيب الميداني في مشفى عربة الميداني وتابع للهيئة الطبية الموحدة، كلمة للأطباء والكادر الطبي في الداخل والخارج. كلمة للأطباء، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر كل الكادر الطبي والتمريضي والمسعفين جميعا على ما قدموه من دعم نفسي ومرابطة مع هؤلاء الأبطال الثوار المرابطين على باب اللواء 38، ورسالة شكر للأطباء في الخارج الذين لا يعملون في الخارج. هناك بعض الأطباء منهم يدعموننا ومنهم يقومون بتأمين حوائجنا، ولكن رسالة شكر للأطباء الذين لا يعملون في الخارج ولا في الداخل. شكر، أقول شكر لأننا كنا نقول نناشدهم أن يعودوا، ولكن قد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وهذا الشكر لأنهم صنعوا منا، صنعوا من المسعف ممرض، ومن الممرض طبيب، ومن الطبيب طبيب لكل شيء، ومن الجراح جراح لكل شيء. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر. هذه البطولات ستسجل على مدى التاريخ. نقول لبشار الأسد، هذا السلاح حمل لكي ندافع عن أنفسنا، والآن لقتاله، لأنه قاتل الأطباء وقاتل الأطفال وقاتل النساء وقاتل الشيوخ. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والنصر قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شكرا لكم جميعا. 18 آذار درعا مهد الثورة حوران معركة تحرير اللواء 38 صيدا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.